عقدت مؤسسة حياة كريمة ندوة توعوية بجامعة السادات بعنوان تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بحضور كثيف من الطلاب وأعضاء مؤسسة حياة كريمة. يأتي ذلك أيضا ضمن سلسلة من الندوات التوعوية بالجامعات المصرية للتعريف بالجهود التنموية والشبابية في إطار المبادرة ونشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات. نتابع هذا التقرير ومنه إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. احنا موجودين في الملتقى الثاني ولكنه ملتقى شعبي تنموي توعوي للطلاب في جامعة مدينة السادات، بنحشد له اكبر عدد من طلاب جامعة مدينة السادات عشان نعرفهم ايه هي الجمهورية الجديدة، ايه هي حياة كريمة، علاقتها ايه بالجمهورية الجديدة، يعني ايه مبادرة حياة كريمة وبتفيد مين، الشاب محتاج يعرف ايه عنها، ايه بالظبط من المشروعات القومية اللي بتدخل في اطارها، ازاي مبادرة حياة كريمة دي هيتم تمويلها، ازاي مبادرة حياة كريمة دي هتغير حياة اكتر من 60 مليون مواطن في جميع ربوع كرة مصر في الريف المصري. وده اللي احنا فهمناه للطلبة عندنا النهاردة، فهمناه ايه علاقة مبادرة حياة كريمة بالمشروعات التنموية. موجودين النهاردة في جامعة السادات محافظة المنوفية، عندنا ندوة تطوع واترك بصمتك، ده طبعا علشان لقائنا مع الشباب وتواصلنا معهم ده مهم جدا، لان هم سواعد المبادرة الأرض. طبعا احنا بنعرفهم يعني ايه يتطوع ضمن المبادرة، بنعرفوا دور المبادرة ايه على الأرض، ايه المشروعات اللي احنا عملناها كمرحلة أولى، تجهيزاتنا للمرحلة الثانية هتكون ايه وهكذا. طبعا عندنا بروتوكول تعاون من مؤسسة حياة كريمة مع الجامعات ومن ضمنهم جامعة السادات، واللي فعلا بتتعاون معانا بشكل هايل جدا خصوصا في المحور الطبي، وده بالفعل بيتم عن طريق قوافل طبية بنعملها، طبية بشرية أو بيطرية. مؤسسة حياة كريمة ابتدت تعمل مجموعة من ندوات في جامعات مصرية على مستوى مصر، الهدف منها ان احنا نعرف في الشباب ايه مؤسسة حياة كريمة بتعمله، ايه دور مؤسسة حياة كريمة، مجالات اللي بتشتغل فيها مهم جدا، وجزء اساسي من مؤسسة حياة كريمة هي اشراك الشباب، لان هي مبادرة قامت بالشباب وبتكمل بالشباب، كل اللي بيشتغلوا فيها متطوعين بيقوموا بدور كبير جدا، الدولة بتبذل مجهود كبير جدا على كافة المستويات، فده كان مهم جدا ان احنا نقعد مع الشباب ونعرفهم مؤسسة حياة كريمة بتعمل ايه، وكمان نجيب عدد منهم كمان يشاركونا، ده شيء جميل جدا ان هم يشاركونا ويجوا معانا ويشتغلوا ويشوفوا ده بنفسهم. الهدف من وجودنا النهارده ان احنا نوعي الشباب بدور مؤسسة حياة كريمة على الأرض. مصر دولة شابة، التعداد السكاني بتاعها 60% منه شباب، فكان لازم ان احنا في المبادرة نهتم بالشباب ونحاول ان احنا على قد ما نقدر ننقل التجربة بتاعتنا اللي احنا اشتغلنا على الأرض في العمل التطوعي، فبنحاول ان احنا نوصل لهم الرسالة ديت. الفكرة مش بس ان هي هتبقى مجرد ندوات توعوية هنلقيها عليهم، لا، الموضوع هيتبعه سلسلة زيارات ميدانية لمشروعات حياة كريمة على الأرض عشان يلمسوا الجزء اللي هو العملي اللي احنا قلناه لهم، يشوفوه على أرض الواقع في خلال الفترة الماضية اللي احنا اشتغلنا فيها، نفذنا عدد من المشروعات، فبالتالي هو يشوفها بنفسه ويقدر يحكم زي مؤسسة حياة كريمة أو مبادرة حياة كريمة بتهدف لتنمية الريف المصري وبتنهض بالمجتمع المصري ككل. أنا سمعت عن مبادرة حياة كريمة إنهم بيقدموا مساعدات إنسانية وخدمات إنسانية برضو، فقدرت إن أنا ابتديت إن أنا أبحث وأقرا أكتر عن المبادرة، قدرت من خلال إن أنا أنزل معاهم كبداية لقيت إن الموضوع مختلف عن أي حاجة تانية، قدرت إن أنا من خلال إن إحنا نساعد شفت إن هم بيساعدوا كمساعدات إنسانية كمساعدات طبية كبنية تحتية، الحاجات اللي القرى الأساسية محتاجاها. استفدت كتير من الندوة اللي حصلت دلوقتي، إن حياة كريمة بتعرفنا إزاي إن إحنا نبني مشاريع نساعد الناس المحتاجة، يدخلوا الصرف الصحي للبيوت ويدخلوا المية للناس اللي هي محتاجة، وبصراحة يعني استفدت كتير قوي.